الألو، والبداية بالعناوين. تنصيب الهياكل يحدث فتنة في كتلة الأفلان بالبرلمان، وولد خليفة يرفض قائمة منسق المكتب السياسي للحزب. الرئيس بوتفليقة يعفو عن المساجين، والمقصيون من البكالوريا ينتظرون عفوا من وزارة التربية. اعتقال مرشد الإخوان المسلمين في مصر، والجيش يمنع تقدم المتظاهرين نحو ميدان التحرير. وفي الحصاد تتابعون الخامس جويليا، ذكرى للتواصل بين جيل الثورة وشباب الاستقلال. مشاهدينا أهلا بكم إلى التفاصيل. سياسيا وفي سابقة هي الأولى من نوعها داخل قبة زغود يوسف، شهدت أروقة المجلس الشعبي الوطني صباحة اليوم مناوشات بين نواب الكتلة البرلمانية للأفلان، أين اعترض نواب من حزب الأغلبية على القرار الأحادي الجانب المتخذ من قبل منسق المكتب السياسي للأفلان عبد الرحمن بلعياط، والقاضي بتعيين ممثلي الحزب في هياكل البرلمان بدل اللجوء لآلية الانتخاب، حيث أجلت عملية تنصيب الهياكل بضغط من نواب الأفلان خوفا من حدوث تجاوزات داخل قاعة المجلس. أحمد حفصي والتفاصيل. للأسف عبد الرحمن بلعياط انفرد بالمسؤولية ويوقع كل الوثائق باسمه الخاص، مهمشا ومقصيا زميله الثاني أصغر أعضاء المكتب السياسي. بلعياط ليست له صلاحية التعيين أو التنحية، كل شيء ملغى ومؤجل إلى الدورة، بداية الدورة الخريفية، بالتزام رئيس المجلس الذي اعتمدني بصفة رسمية وقام بإبعاد كل ما قام به بالعياط، والآن نطلب من بالعياط أن يلتزم بصلاحياته التي تنص عليها المادة التاسعة. هذا وأكد نواب من حزب الأفلان خلال وقفتهم الاحتجاجية داخل بهو المجلس الشعبي الوطني أن عبد الرحمن بلعياط منسق المكتب السياسي نصب نفسه الأمر الناهي في تسيير شؤون الحزب، وهو بصدد القيام بانقلاب أبيض على هياكل الحزب العتيد عبر سياسة الإقصاء والتهميش التي ينتهجها. كاين انقسام، كان انقسام، هذا سيدي أكوا أنها العملية اللي تريح البشر ويفرح بها حتى سيدي ربي هي العملية الانتخابية. إذا فيه ناس كانوا يقولوا باللي العملية الانتخابية كانت مشابهة بأن يمكن كان يسرق فيها المال السياسي، يدير لها إجراءات، ولكن أفضل طريقة في العالم كل غتجيب رئيس ولا تجيب برلماني هي الصندوق. بلعياط من مركزه السياسي وخبرته، راه باغي نقول لها باللي أنه هالقرار اللي ديته أن الناس ماهيش قابلاه، باعتبار أنهم راهم يقولوا لك يا ودي خير وسيلة، هو رجعنا للصندوق، وكما نقولوا احنا في دوارنا الصندوق كسر القرون. بلعياط نصب نفسه وصيا على الحزب ووصيا على الكتلة دون سابق إنذار، وعاث فسادا في الحزب بتعيينات غير شرعية، متهجما على النواب، كل من يقول له اي نائب يجي يقول له انه المصالح ضدك. فانا طالبين حاجه واحده باش ما نغضبوا حتى واحد وبكل شفافيه، وانا انتخاب الصندوق اللي عطاله مبروك عليه باش ما نعين لا نتاعي ولا نتاعك. ورانا شفنا بعض من الولايات مقصيين دائما، وخاصه ولايتي لي زيادي دائما هي فرع الولايات الاخرين في كل شيء، اليوم عرفناها. أصدر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة إحياء الذكرى 51 للاستقلال، أصدر مرسومين رئاسيين يتضمنان إجراءات عفو حسب ما أعلنه اليوم الخميس بيان لرئاسة الجمهورية. وأضاف نفس المصدر أن الأمر يتعلق بإجراءات عفو جماعي لفائدة الأشخاص المحبوسين وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، وكذا الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تابعوا تعليما أو تكوينا مهنيا ونجحوا خلال فترة حبسهم في امتحانات أطوار المتوسط والثانوي والجامعي
وفي مختلف تخصصات التكوين المهني. أشار البيان إلى أنه يستثنى من الاستفادة من هذه الإجراءات السجناء المعنيون بأحكام الأمر المتضمن تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وكذا المحبوسون المحكوم عليهم لارتكابهم أو محاولة ارتكابهم بعض الأعمال المتعلقة بالإرهاب. أشرف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح أشرف اليوم الخميس بمقر وزارة الدفاع الوطني على حفل تقليد الرتب وإسداء الأوسمة لعدد من الضباط السامين للجيش الوطني الشعبي، وهذا تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. وعبر رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي عن أمله في أن تكون الترقيات والتكريمات لعدد من الضباط السامين بالجيش الوطني الشعبي محفزات أخرى على مواصلة درب العمل لفائدة الجيش والجزائر. وأبلغ الفريق أحمد قايد صالح الضباط السامين تهاني وتبريكات رئيس الجمهورية راجيا للجميع بأن تكون هذه الترقيات وهذه التكريمات محفزات لهم. هي مناسبة كريمة انتهزها ليبلغكم تهاني وتبريكات فخامة الرئيس راجي للجميع بأن تكون هذه الترقيات وهذه التكريمات محفزة أخرى على مواصلة درب العمل. عاشت مصر يوم الثالث من جويليا خلعا لرئيس محمد مرسي من طرف الجيش في شكل يرجع للأذهان ما حدث في الجزائر أيام التسعينات، إلا أن الجيش الجزائري كان ولا يزال حاميا للشرعية وللدستور رغم كل الدعوات المنادية للتدخل واستغلال مرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. فبين الجيش المصري والجيش الجزائري من يحترم الشرعية؟ فنتابع. غلب الصوت في مصر وألغى صوت البندقية صوت الناخبين، فتحولت الشرعية إلى ديكتاتورية واغتصب الجيش الجمهورية لتصبح ثكنة عسكرية. بين العسكري والمدني قصة زواج جبري توارثته الجيوش العربية عن الآباء من الشرعية الثورية، وأبت إلا أن يكون الرجل رجلها في كل مرحلة. أما التراضي والتوافق المنبثق عن الصندوق فهو مجرد جارية تطوف بين أيدي القائد العسكري تلبي رغباته وتشبع نزواته وشهواته. لا يختلف اثنان أن ما حدث في مصر هو انقلاب بكل المواصفات. أراد الجيش فيه أن يعالج أزمة سياسية، فإذا به يلغي قدسية الانتخابات ويخلع من انتخبه الشعب رئيسا له. مشهد مصر 2013 فيه من الشبه مع المشهد الجزائري سنة 1992 الكثير. التاريخ يعيد نفسه، لكن الفرق في مصر حضر الرئيس فانقلب الجيش، وفي الجزائر غاب الرئيس فحرس الجيش الوطن ورفض دعوات القوى السياسية المعارضة لتدخله، مذكرا ومجددا أنه حامي الدستور والحارس الأول للشرعية ولن يتأثر بالجيوش الانقلابية ولا انقلاب على من انتخبه المواطن. رد الجيش الجزائري كان درسا للجيوش العربية وخاصة الجيش المصري، فلا ريح تزيحه عن مبادئه ولا مصالح تثنيه على ما أقسم عليه. مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، جيش سيادي لا انقلابي، دستوري لا ديكتاتوري، وما جاء بالصندوق لن تزيحه فوهة البندقية عن حقه. يحاول الجيش المصري القضاء على حكم محمد مرسي وفكره الإخواني من خلال حزب الحرية والعدالة، فقد أمر القضاء بإلقاء القبض على عدد من القياديين الإخوانيين، كما باشر الأمن العسكري حملة اعتقالات واسعة في صفوف الإسلاميين وأبرزهم المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع. نتابع التفاصيل في موضوع هارون نمول.
حملة اعتقالات واسعة باشرتها القوى الأمنية المصرية بقيادة الأمن العسكرية واستهدفت رموز الإخوان المسلمين. فبعد الإطاحة برئيس المنتخب مرسي ونقله لإقامة جبرية في نادي الحرس الجمهوري، ألقت الشرطة العسكرية المصرية القبض على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائبه الأول خيرة الشاطر بفيلا في مدينة مرسى مطروح، وتم نقلهما إلى القاهرة جوا بعد أن أصدرت النيابة أمرا بتوقيفهما. كما أعلنت وكالة الشرق الأوسط المصرية عن إلقاء القبض على رئيس حزب الحرية والعدالة رئيس السابق للبرلمان سعد الكتاتني ورشاد البيومي أحد نواب المرشد العام. هذا وأمر المحامي العام في الإسكندرية بتوقيف القياديين في جماعة الإخوان حسن البرنوس وصبحي صالح. فيما أكدت صحيفة الأهرام الحكومية أن قوات الأمن أمرت باعتقال 300 عضو في تنظيم الإخوان المسلمين. تأتي حملة الاعتقالات هذه في وقت منعت فيه قوات الجيش المصري أنصار الإخوان المسلمين من الوصول إلى ميدان التحرير وأغلقت كوبري جامعة القاهرة، كما أطلق رجال الجيش الرصاص الحي بميدان النهضة قرب جامعة القاهرة، لكن المتظاهرين يتوعدون في هتافاتهم بإطلاق مشروع الشهيد وسط تخوفات شديدة من تنفيذ جماعات متطرفة هجمات في صعيد مصر وسيناء رداً على ما شهدته البلاد من تحولات سياسية. قبل أقل من أسبوعين أعلن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، وذلك محاولة منه للضغط أكثر على نظام الرئيس السوري بشار الأسد ودفعه على الرحيل، لكن في النهاية مرسي هو من أسقط من الحكم رغم أن مصر لا تعيش نفس السيناريو الذي تعيشه سوريا. نتابع الموضوع في قراءة لكريم عليلوش. يقال أن السحر دائما ينقلب على صاحبه، هو مثل يمكن إسقاطه على الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، كون هذا الأخير كثيرا ما طالب وألح على رحيل الرئيس السوري بشار الأسد ورحيل نظامه من سدتي الحكم في سوريا. إلى أنه من المفارقات العجيبة هي أن محمد مرسي أسقط من حكمه بعد مظاهرات دامت إلا 4 أيام فقط، وتم عزله من طرف قائد عسكري محمد مرسي نفسه أتى به لتسيير المؤسسة العسكرية المصرية، في حين الرئيس بشار الأسد لا يزال يسيطر على مقاليد الحكم بيد من حديد بالرغم من تمرد مسلح تعرفه البلاد لأكثر من سنتين وتآمر غربي وخليجي على كل الميادين. ولعل الفضل الكبير لهذه السيطرة يعود إلى العلاقة الوطيدة بين الرئاسة والجيش العربي السوري، فدمشق بالرغم من بعض الخسائر والانشقاقات التي عرفتها القيادة العسكرية السورية في بداية الأزمة، إلى أن النظام في دمشق واقف يتحدى كل الصعوبات والمؤامرات التي تواجهه وتحاك ضده، حيث والسبيل الوحيد الذي كان متاحا لبشار الأسد لتحقيق ذلك هو التأكيد على أهمية دور الجيش العربي السوري في حماية البلاد وتوطيده علاقة عميقة بالقيادات السياسية والدينية وحتى مع الشعب السوري، في حين الرئيس المصري المعزول قام بثلاثة أخطاء خلال 48 ساعة أدت إلى عزله من الحكم. الأول تجاهل مرسي لبيان الجيش وإنذاراته والإمعان في التمسك بخطاب شعبوي من 10 دقائق يحتوي على 128 مرة على كلمتي الشرعية، والثاني تكليف مرسي لرئيس ديوانه أسعد الشيخة بالاتصال بقادتي الأفرع العسكرية والفيالق للحصول على الولاء دون علم وزير الدفاع عبد الفتاح سيسي، في حين الثالث هو تكليف مرسي لشخصيات إخوانية لتهديد المجتمع المصري بحمام من الدماء إذا دفع الجيش بمرسي إلى التنحي دون التكفل هو شخصيا بتهديد الجيش باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة. أعربت الجزائر عن أملها في أن تلبي الفترة الانتقالية الطموحات المشروعة للشعب المصري من خلال توافق وطني قائم على الاتحاد والمصالحة. وأكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية السيد عمار بلانيا اليوم الخميس على أن الجزائر تتابع عن كثب التطورات الأخيرة للأزمة في مصر وتتمنى أن تلبي الفترة الانتقالية الطموحات المشروعة للشعب المصري من خلال إيجاد توافق وطني قائم على الاتحاد والمصالحة الوطنية والسهر كذلك على احترام الأحكام الدستورية. في أولى
ردود فعل الطبقة السياسية الجزائرية حول تطورات الأحداث الجارية بمصر بعد سقوط حكم الإخوان؟